نختم هذه الجولة من صحيفة ألوان وطالع فيها إلى قرارات اقتصادية خلال الأيام القادمة. قال رئيس الوزراء دكتور محمد طاهر إيلة إنه تم الاتفاق على عدد من الإجراءات والقرارات ذات الصلة بالقضايا الاقتصادية التي سيتم إنفاذها خلال الأيام القادمة، ومراجعة الرسوم التي فرضت على بعض السلع في إطار السلطات والصلاحيات المشتركة. وبحث رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ورئيس مجلس الوزراء القومي في بيت الضيافة أمس الأربعاء القضايا المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطنين وعددا من الإجراءات والقرارات التي من شأنها أن تحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأشار إيلة في تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس إلى أن اللقاء هدف للإطمئنان على إزالة الثغرات التي أضرت بالمسار الاقتصادي، وأبان أن اللقاء كذلك تناول توفير مدخلات الزراعة والنظر في الرسوم والجمارك التي تفرض على المدخلات الأساسية والمعدات الرأسمالية ومتابعة شراء القمح المحلي للإطمئنان على توفير 40% من احتياجات البلاد من القمح للعام الجديد. يعني قبل أن أسترسل معك في ما جاء في هذا الخبر ومخرجات حوار السيد رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء، لفت نظري بلامس عمود لرئيس تحرير صحيفة مصادر الأستاذ عبد المجيد عبد الحميد والذي أشار لبعض القرارات التي أصدرها إيلة، وخشي عبد المجيد أن يكون إيلة قد خرج بهذه القرارات عن المؤسسية، وأشار إلى أنه إلى أي يعني على ماذا يستند بهذه القرارات وعلى أي استناد اقتصادي خرج قرار تحديدا قرار تخفيض الدولار الجمركي من 18 إلى 15 جنيه. كيف تنظر إلى هذا التحليل تحديدا والرؤية العامة إلى ما يتجه إليه إلى الآن لإحداث الإصلاحات الاقتصادية؟ بداية خليني أحيي الزميل الأستاذ عبد المجيد عبد الحميد، والرجل عرف بالجرأة وبطرق الموضوعات من غير ما تهيب. حقيقة أنا دار أقول إنه قرار تكليف إيلة صاحب نوع من التفاؤل، والتفاؤل اللي برجع لأنه يعلم المراقبين وحتى المواطنين إنه ما يميز إيلة الدكتور إيلة يميز إنه هو رجل صاحب قرار وصاحب إنجازات. الرجل جاء إلى هذا التكليف يتكي على إنجازات مشهودة سواء كان في البحر الأحمر أو ولاية الجزيرة، لكن بتبقى عندنا كمراقبين يعني بعض الملاحظات على السيد محمد طاهر إيلة وبعضها ما أشار إليه الأستاذ عبد الماجد عبد الحميد. يعني واحدة من الملاحظات على أداء السيد إيلة في الشأن العام بشكل عام، يعني سواء كان واليا أو وزيرا أو حتى سياسيا، أفتكر أنه الرجل لا يعتد لا بالأفراد ولا بالمؤسسات، هو رجل فرداني في قراراته وفي مواقفه. طبعا دي مسألة فيها إيجابيات وفيها سلبيات، ومن السلبيات يمكن ما نبه إليه عبد الماجد، هل هذا القرار خضع لمشاورة، خضع لدراسات، أم أنه واحدة من محاولات إيلة للاختراق الإيجابي خلينا نقول للملف الاقتصادي. موقع رئاسة مجلس الوزراء تختلف في تقدير الشخص اختلاف مقدار عن والي الولاية، عن تختلف عن رئيس حزب، تختلف في الفترات الماضية السيد إيلة كان يحل المجالس التشريعية، كان لا يعتد بقرارات المكتب القيادي للأحزاب حساب المؤتمر الوطني في الولايات، لكن الوضع الآن مختلف. أنت موجود تقود أو من المفترض أن تقود مجلس الوزراء، لابد من أن تخضع القرارات فيه للدراسة وللمشاورة. نعم. وإلا جاءت مثل هذه الاستفهامات. نعم. بعد ما جاء في هذا الخبر عن النقاط التي تم التشاور فيها بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، يعني كيف تنظر إلى هذه النقاط؟ هل هي الأبرز في مرحلة إيلة المرحلة المقبلة في قيادة الوضع بصورة عامة وتحديدا الوضع الاقتصادي، وما المتوقع حدوثه في رأيك؟ هي هذه هي المطلوبات. أنا أفتكر إنه الكلام عن إعفاء مدخلات الزراعة من الرسوم، الكلام عن شراء القمح المحلي بالنسبة للمذكورة، أفتكر إنه كلها من المطلوبات. يعني أنا أفتكر إنه الرجل الآن دارس للملف الاقتصادي بشكل جيد، والآن هو يتخذ فيه من القرارات ومن الإجراءات ما هو مطلوب، لكن تبقى الملاحظات التي ذكرها الزميل يعني على السيد إيلة مطلوبة، يعني لأنه زي ما قلت لك الموقع حساس جدا ويتطلب رؤية واسعة ورؤية بتاعت جماعة أكثر منها رؤية فرد. يعني مسألة إعادة النظر في تحصيل الضرائب، هل تعتقد أنها ذات أثر إيجابي على مسألة الإنتاج والمنتجين؟ هي بالضرورة طبعا إذا استطاعت الدولة أن تعوض دخلها عن الضرائب بأي دخل تاني من خلال رفع الإنتاج القومي، أنا أفتكر إنه رفع الضرائب ورفع الرسوم على الصناعات، الصناعات التحويلية، على الزراعة، على مدخلات الإنتاج، هو ذلك ما يحقق الفرق الاقتصادي المفقود. يعني.